أشارت صحيفة الغارديان البريطانية إلى أنه في الوقت الذي بدأ فيه قادة الغرب يفيقون على الحاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة، فقد قتل نحو 30,000 فلسطيني في الحملة العسكرية الإسرائيلية، ويرجح أن أكثر من ثلثي الضحايا في القطاع الساحلي من النساء والأطفال، كما يرجح أن آلافا آخرين مدفونون تحت الأنقاض. ورأت صحيفة الغارديان أنه من غير المرجح أن تتعافى سمعة الغرب كنصير للقيم العالمية ومؤيد لنظام قائم على القواعد في أي وقت قريب من الأحداث الدموية في غزة. وأضافت الغارديان أن المطلوب الآن هو إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن المتبقين وإحلال السلام الإسرائيلي الفلسطيني الدائم على أساس الدولتين. كما انتقدت الغارديان تأييد الساسة والمسؤولين في الغرب لتصرفات إسرائيل غير المتناسبة.